بدايتي هي كانت في الحداده الفنيه عادي، ومع الوقت حبيت مادام تسمى باعتبار انه الحديد ماده شويه غاليه وكذا، حبيت ان ندير قطع فنيه هكذا باعاده تدوير كما نقولوا بالنفايات تاع الحديد، النفايات اللي طيشوهم الناس. عملت يعني هذا نسترزق منه والحمد لله كاين إقبال. النهارات الأولين شوية الناس حاجاتهم حاجة جديدة وكذا، الحمد لله ذوك مع الوقت كاين إقبال، كاين ناس هم يشريوا علينا الحوايج. الحقيقة العمل الحرفي في الجزائر ضعيف جدا، ما كانش خدمة باينة، مش غير بالنسبة للحرفة تاعي يعني حرف بزاف، خاصة مع العوام هذو تاع كورونا وكذا، الحالة شوية رقدت، الناس مش تخدم وكذا. أنا واش نقول، لازم الواحد يصابر ويكمل العمل تاعو حتى إن شاء الله يفرج ربي